بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يتجدد بكم اللقاء من هنا من المسجد الحرام، من جوار الكعبة المشرفة، من عند أول بيت وضع للناس، لنتذاكر معا آيات من كتاب ربنا جل جلاله، نتدارس تلك الآيات، ونقف على ما فيها من العبر والعظات، نفهم مراد الله عز وجل، ونتدبر في كلمات ربنا جل جلاله، طالبين منه سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وهو الفتاح، وأن يعلمنا وهو العليم، وأن يهدينا وهو الهادي، وأن يلهمنا رشدنا سبحانه وتعالى، إيمانا بأن هذا الكتاب هو كلام الله، ويقينا بأن ما فيه هو الحق والصدق، وثقة بأن من اتبع ما في هذا الكتاب فقد هدي وأنقذ نفسه من الضلال، ومن انقاد لما فيه من العلم والعمل فهو قد اختار لنفسه طريق النجاة. فنقف مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى وآيات القرآن العظيم من هذه المنطلقات وهذا الاعتقاد الجازم، مع آيات الكتاب العظيم، مع آيات القرآن، كتاب رب الأرباب جل جلاله. هذا البيت العتيق، هذه الكعبة الشريفة، حيث الآيات البينات، مقام إبراهيم والحجر والركن وزمزم والصفا والمروة، هذه الآيات البينات التي نراها ونشاهدها بأم أعيننا في هذا البيت العتيق، في هذا المسجد الحرام، تبين لنا من خلال تلك الآيات المباركات في سورة آل عمران، والتي كان وقوفنا معها في درسنا الماضي، تبين أن تلك الآيات البينات الله سبحانه وتعالى جعلها تصديقا لبعثة نبيه وخليله ورسوله إبراهيم عليه السلام، وأن هذا النبي الكريم، هذا النبي الخليل الذي اصطفاه الله جل جلاله وجعله إماما للناس
وأخبر عن إمامته المطلقة للناس بقوله عز وجل في سورة البقرة: إني جاعلك للناس إماما. فالله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا القضاء الرباني كلف الأنبياء من بعد الخليل إبراهيم باتباع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، وكلف أممهم أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام، حتى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فقال عز من قائل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك أمم الأنبياء أمروا بذلك، وبين أيدينا وما سبق أن وقفنا معه في درسنا الماضي أيضا أمر الله عز وجل لبني إسرائيل وهم أتباع موسى عليه السلام، أمر الله عز وجل لهم بأن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وهذا في قول الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الآيات البينات هي مما اختص الله عز وجل به خليله إبراهيم عليه السلام، فأبقى له هذه الآيات البينات، الآيات المادية المحسوسة المنظورة في هذا المسجد الحرام للدلالة على الخليل إبراهيم، على بعثته، على صدق نبوته، على استمرار إمامته عليه السلام، جعل الله هذه الآيات للخليل إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل أجرى على عدد من أنبيائه الآيات والمعجزات المادية التي كان فيها دلالة صدقه وأنه مرسل من ربه، والله عز وجل أخبرنا عن عدد من تلك الآيات البينات والمعجزات التي أجراها على عدد من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن تلك الآيات التي جعلها الله عز وجل لعدد من رسله وأنبيائه تنتهي بموتهم وبمفارقتهم للدنيا، وخص الخليل إبراهيم عليه السلام بأن جعل الله عز وجل الآيات البينات الدالة على صدقه ونبوته وإمامته المستمرة، جعلها الله عز وجل هنا في هذا البيت العتيق. وهذا ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، فيه بعد أن ذكر البيت ورفع من مكانته وبين شيئا من خصوصيته واختصاصه بفضل الله عز وجل وجوده، وهذا في قوله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأخبر أن هذا البيت أول بيت وضع للناس، وأخبر أن هذا البيت مبارك، فهو دائم المنفعة، دائم البركات، دائم العطاء. وكذلك جعله الله عز وجل هدى للعالمين، فهو بيت هدى وهو أول معهد للهدى، وهذا شأنه منذ أن وضع وسيبقى كذلك إلى آخر أيام الدنيا، فلم يكن في لحظة من تاريخه معبد وثن، ولم يكن معلم وثن، وإنما كان هذا البيت بيت هدى. ولذلك حتى في عمق الجاهلية كان كفار قريش والعرب يعبدون الأصنام
ولكنهم ما سجدوا لأحجار البيت وما عبدوا أحجار البيت من دون الله عز وجل، فحفظ الله عز وجل بيته من أن يخرج عن هذا الوصف، وهو أنه هدى للعالمين. ونلاحظ هذه الخصائص الثلاث التي ذكرت هنا، الأولية والبركة والهدى، وأيضا ذكر مكان هذا البيت وذكر هذا الاسم لهذا البلد المعروف المتناقل بين الناس وهو بكة، فإن هذا البيت المقصود به هذا البيت لا سواه، إذ ذكر المكان الذي موجود فيه هذا البيت وهو بكة. فبعد أن مجد البيت ورفع من شأنه بيّن أن فيه آيات بينات معجزات دالة كما قلت على نبوة الخليل إبراهيم، على إمامته الدائمة المستمرة، على وجود هذا الرجل، هذا الإمام، هذا النبي المبارك خليل الله إبراهيم. فقال الله عز وجل فيه أي آيات بينات، آيات واضحات، وأشار إلى مقام إبراهيم. وكما تبين لنا، هل المقصود بالمقام الحجر الذي قام عليه وهو داخل في هذا اللفظ بيقين، ولكن هل المقصود فقط هذا المقام أو المقصود كل هذه الآيات البينات وهذه المشاعر، باعتبار أنها مقام لإبراهيم، حيث محل يعني مقامه فقد وقف فيها وأدى شعائر الله عز وجل فيها. فقوله مقام إبراهيم هو هذه الشعائر والمشاعر التي وقف فيها الخليل إبراهيم، ومن ضمن ذلك هذا الحجر الذي وقف عليه لبناء الكعبة الشريفة. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، فهذه آية، كان من تأمل فيها في أيام الجاهلية يدرك أنها آية دالة على هذا النبي الخليل إبراهيم عليه السلام، الذي دعا لهذا البيت بأن يجعله الله آمنا، ولهذا البلد بأن يجعله الله عز وجل آمنا، كما قال الله عز وجل في الكتاب مخبرا عن دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. فيخبر الله عز وجل عن قضية تميزت في وسط وعمق الجاهلية، كان الناس يتقاتلون، وكان يغير بعضهم على بعض وينتقم بعضهم من بعض، وكان هذا الحرم آمنا، وذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة. فقال عز وجل في سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكما قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكان هذا آية من الآيات في هذا الحرم الآمن في وسط الجاهلية. فالله عز وجل يخبر عن هذه الآية ويقول لأهل الكتاب: هذه آيات الله الدالة على الخليل إبراهيم، وها هو هذا النبي الخاتم يخبر بها ويذكركم بها ويعرضها عليكم ويتلو عليكم آيات الله جل جلاله. المخبر عن هذه الآيات البينات في هذا البيت العتيق مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ويقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل جعل الحج إلى هذا البيت شريعة وشعيرة، وأن الخليل إبراهيم حج، وأن الله عز وجل أراه مناسكه كما دعا الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام طالبين ذلك من الله عز وجل أثناء بناء البيت.
ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأراهم الله عز وجل المناسك، فحج الخليل إبراهيم، وحج ابنه إسماعيل عليهما السلام، وحج ابنه إسحاق، وحجت زوجه سارة، وكذلك حج من بعدهم من الأنبياء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الإجمال والتفصيل بحج الأنبياء، فأخبر أن 70 قد صلوا من الأنبياء في مسجد الخيف، وأخبر عن حج موسى كليم الله، وأخبر عن حج يونس، بل أخبر عن حج الأنبياء كذلك قبل الخليل إبراهيم، فأخبر عن حج هود وصالح عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما أشرنا له في الدروس الماضية. ثم يقول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر هنا ذكر علماء التفسير في المقصود بالكفار هنا، وما هو الكفر الذي حدث منهم. فمن العلماء من قال: من كفر أي من كفر بالله واليوم الآخر بعموم أهل الكفر. ومنهم من قال: من كفر أي من كفر بفرض الحج وجحده. من كفر بفرض الحج وجحده. ومن العلماء من قال: من كفر بما بتلك الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في البيت الحرام، حيث قال فيه آيات بينات، فقوله ومن كفر أي من كفر بتلك الآيات البينات، بتلك الآيات البينات. وهذا القول رجحه عدد من المفسرين، وانتصر له الفخر الرازي رحمة الله عليه في تفسيره، وأن المقصود هنا أهل الأديان ومن كان الحوار معهم من أهل الكتاب. فالله عز وجل أخبر عن عدد من الحقائق، وأخبر عن عدد من الآيات البينات، فمن كفر بذلك كله. فمما أخبر الله عن قوله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وقوله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وقوله عز وجل: قامت الحجة على أهل الكتاب، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذه حقائق: أن الخليل إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، والنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن وصدق به عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم. فيقول الله عز وجل: قل صدق الله في كل ما أخبر. ثم ذكر الآيات البينات في هذا البيت الدالة على نبوة الخليل إبراهيم وإمامته وديمومتها، فيقول الله عز وجل: ومن كفر، فيكون المقصود ومن كفر من أهل الأديان بذلك كله. فمن لم يقبل ومن لم يؤمن ومن لم يصدق بأن الخليل إبراهيم كان مسلما وكان على الملة الحنيفية، وأن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، والله عز وجل يعاتب أهل الكتاب في هذه الدعوة فيقول: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وأيضا أن شريعة موسى عليه السلام
كان فيها من التضييق على غير ما كان في شريعة يعقوب عليه السلام، إسرائيل عليه السلام، حيث كان الطعام كله حلا لبني كل كما قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإذا تلك الأحكام التي فيها تضييق ونزلت في التوراة إنما هي معاقبة لبني إسرائيل لما كان منهم من التعنت فعوقبوا بذلك، فهذا كله مما أخبر الله عز وجل عنه وتحدى بني إسرائيل أن يظهروا من كتابهم غير تلك الحقائق، غير تلك الحقائق، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وأن هذا الأمر بطلب القراءة من التوراة تكرر في هذه السورة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يظهروا ذلك من كتابهم، من كتابهم. فقوله ومن كفر، إذا من كفر بذلك كله، من كفر بما أخبر بالحقائق التي أخبر الله عنها، من كفر بالآيات البينات التي حفظها الله في البلد الأمين في المسجد الحرام البيت والمقام، وتلك الآيات البينات الدالة على صدق إبراهيم عليه السلام، فمن كفر بتلك الآيات فالله عز وجل يقول فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالله عز وجل هو الغني، والله سبحانه وتعالى لا يعبده، الله سبحانه وتعالى لا يتكثر بعبادة العباد، لأنه هو الغني جل جلاله وهو القوي سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى جل جلاله. فالله عز وجل غني عن العباد وما يكون من العباد جل جلاله. ثم يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل، الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء في قوله جل جلاله قل أن هذا إيذان للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأمر له بأن يصدع بالإنكار على أهل الكتاب بعد أن مهد هذا الإنكار بعرض تلك الحقائق وبعرض تلك الآيات البينات، سواء كان ذلك متعلقا بالآيات المعنوية التي هي في آيات القرآن أو الآيات المادية المتعلقة بالبيت العتيق والأدلة التي تدل عليها هذه الآيات. فبعد أن مهد ببيان ذلك كله ومد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك الحق والعلم اليقين من ربه عز وجل حول تلك الحقائق والآيات البينات، فيأمره الله عز وجل أن يصدع بالإنكار على أهل الكتاب، أن يصدع بالإنكار على أهل الكتاب، إذ تلك الحقائق وتلك الآيات البينات تدل على شيء واحد عظيم، وهو صحة ذلك الدين
الذي جاء به النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وأن ما هو عليه هو الحق وهو الصراط المستقيم. فيقول الله عز وجل له: يا محمد قل، خاطب هؤلاء يا أهل الكتاب. والخطاب هنا بيا أهل الكتاب باعتبار أنهم هم نسبوا أنفسهم إلى الكتاب، وأيضا باعتبار أن من كان عنده كتاب لا يليق به أن يكفر بآيات الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: قل يا أهل الكتاب. من المقصود هنا بأهل الكتاب؟ هل فئة منهم أو عمومهم؟ وهل المقصود أهل الكتاب فئة منهم اليهود أو النصارى أو جميعهم؟ فمن العلماء من قال، وهذا قول الجمهور، أن المقصود هنا بأهل الكتاب خصوصا اليهود الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب، هؤلاء هل عمومهم أو فئة منهم؟ فمن العلماء من قال المقصود فئة وهم العلماء منهم، من ينسبون إلى العلم، لأن العامة أتباع لهم وينظرون إلى قولهم وكلامهم وموقفهم ويتبعوهم في ذلك. ومن العلماء من قال الجميع باعتبار ما كان منهم بعمومهم، علماؤهم وعامتهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ لم تكفرون بآيات الله؟ والكفر التغطية، تغطية الحق. وآيات الله، والأصل في الآية ظهورها ودلالتها على ما وضعت لأجله. وآيات الله عز وجل المقصد الأساس الذي وضعت لأجله أنها تدل على الله والإيمان به جل جلاله، وأنه صاحب الحق الأوحد أن يعبد سبحانه وتعالى. لم تكفرون بآيات الله؟ فما المقصود هنا بآيات الله التي كفروا بها؟ هل المقصود القرآن باعتبار أن محتواه يسمى آيات، أو باعتباره أن كل تلك الآيات، سواء كانت آيات الأنبياء، آية البيت العتيق، فإن الله عز وجل ذكرها في القرآن؟ فقوله لم تكفرون بآيات الله أي لم تكفرون بالقرآن. من العلماء من قال ذلك، من العلماء من قال ذلك، تكفرون بآيات الله أي بالقرآن، باعتبار إن قلنا كفرانهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فالله ذكر ذلك في القرآن، وإن قلنا كفرانهم بالآيات التي جعلها الله عز وجل في البيت العتيق فالله ذكر ذلك في القرآن، وإن قلنا كفرانهم بالقرآن نفسه وأنه ليس من عند الله فالله عز وجل ذكر ذلك عنهم في القرآن العظيم. فإذا هذا القول الأول بأن المقصود بآيات الله هنا القرآن، إذا لم تكفرون بآيات الله؟ لم تكفرون بهذا الكتاب القرآن العظيم. ومن العلماء من قال على وجه التفصيل، قال لم تكفرون بآيات الله بالقرآن؟
وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحج إلى البيت العتيق. وبالحج إلى البيت العتيق، فهم جحدوا ذلك كله وما آمنوا به، ما آمنوا بالقرآن، وما صدقوا أنه كلام الرحمن، وما آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما صدقوا أنه مرسل من ربه، وما آمنوا بالحج إلى البيت العتيق وأنه هو القبلة، ما آمنوا بذلك. فقوله لما تكفرون بآيات الله، إذن هو كفر بذلك كله. والله عز وجل ذكر أن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فيه آية بينة تدل على صدقه وأنه حق. فالبيت فيه آيات بينات، والقرآن فيه آيات بينات، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيد بالآيات البينات. فإذا من العلماء من قال المقصود بالآيات البينات ذلك كله، ذلك كله. ومن العلماء من قال المقصود بالآيات البينات ما سبق ذكره خصوصا مما تعلق بالخليل إبراهيم عليه السلام، وبما تعلق بيعقوب إسرائيل عليه السلام، وبما تعلق بالبيت العتيق. أي المقصود ما سبق ذكره من حقائق وآيات مادية معجزة موجودة في البيت العتيق. فقوله لما تكفرون بآيات الله، بما ذكر الله عز وجل لكم وخاطبكم به هنا. لما تكفرون بآيات الله. ومن العلماء من قال لما تكفرون بآيات الله، لما تغطون ما في كتابكم من الآيات البينات الدالة على وصف النبي الخاتم وأنها منطبقة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك عندكم في التوراة. فقوله عز وجل لما تكفرون بآيات الله، أي لما تكفرون بآيات التوراة المخبرة عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ووصفه وعلامته. لما تكفرون بآيات الله. ثم يقول الله عز وجل والله شهيد على ما تعملون. وهنا نقف أيضا مع هذه الأعمال التي كانت من بني إسرائيل مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يذكر في هذه الآية وفي الآية التي بعدها وصفين لهم. الوصف الأول، طبعا المبطل إما أن يكون بطلانه على نفسه فقط، وإما أن يكون بطلانه متعدي. فإن كان بطلانه على نفسه فقط فهو الضال، وإن كان بطلانه متعدي فهو المضل. فيخبر الله عز وجل بأن هؤلاء المخاطبين بهذا الخطاب جمعوا بين الوصفين، جمعوا بين الوصفين، فأخبر في هذه الآية عن وصفهم الأول وهو ضلالهم، فقال قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، وأخبر في الآية التي بعدها عن إضلالهم، فقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. إذن جمعوا بين الضلال والإضلال، جمعوا بين الضلال والإضلال.
والإضلال. فإذا هم موصوفين بالوصفين جميعا، وابتدأ بالإنكار عليهم بالصفة الأولى وهي صفة الضلال، وهي صفة الضلال. فقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ونلاحظ التعقيب في الآية الأولى والتي جاءت بالإخبار عن ضلالهم، قال الله عز وجل: والله شهيد على ما تعملون. والآية التي جاء الإخبار عن إضلالهم ختمت بقول الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. قال أهل العلم المفسرين، قالوا في قضية الضلال: كانوا يفعلون ذلك جهرة وعلانية. فيقولون: الحج إلى بيت المقدس، وبيت المقدس أفضل من الكعبة، والقبلة بيت المقدس، وأنهم يكفرون بالبيت العتيق الكعبة ويكفرون بالحج إليها، يعلنون ذلك، ويعلنون أن هذا القرآن ليس من عند الله، ويعلنون أن محمد بن عبد الله ليس هو النبي الخاتم وليس هو نبي، فيعلنون هذا الكفر. فلما كانوا يعلنون ذلك، الله عز وجل يخبرهم بأنه شهيد على ما يعملون. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد؟ هل نسيتم أن الله يسمع قولكم ويرى فعلكم بذاك الكفر؟ فإذا لما كان هذا الأمر وهو ضلالهم أمرا ظاهر، جاء التعقيب بقوله عز وجل: والله شهيد على ما تعملون. وأما إضلالهم فكانوا يخفون ذلك ولا يظهرون هذا الأمر ويسلكون الحيل في هذا الأمر، فلذلك جاء التعقيب بقول الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. فناسب التعقيب في كل من الحالتين حالها ووضعها. فالأول كان الأمر معلن فيقول: والله شهيد على ما تعملون. والثاني كان الأمر فيه حيلة والتواء فيقول الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. فإذن قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، إذن هو ذكر الصفة الأولى التي فيهم وهي ضلالهم. وتلك الصفة التي فيهم الضلال من أين نشأ؟ من أنهم كفروا بآيات الله. وقفنا مع آيات الله ورأينا كلام العلماء فيها، وأن الأظهر في ذلك كفرانهم بآيات الله، فإنه أول ما يدخل ما سبق ذكره. والأقرب من هذا المكان وهي الآيات التي في هذا البيت العتيق، حيث أقرب شيء منصوص على أنه آية قول الله عز وجل عن البيت الحرام: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فإذا أول ما يدخل في كفرانهم بآيات الله عز وجل أقرب مذكور لهذه الآيات، لهذه الآيات، فإنه يدخل بهذا القرب في الذكر، بهذا القرب في الذكر. ولذلك إذا أصبح هذا الأمر علما. ومن هنا نجد أن العلماء ذكروا أيضا في من أسباب النزول في هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا بني إسرائيل إلى الإيمان به
والدخول في الإسلام، فأبوا وقالوا نحن مسلمون من قبلك. عندما ذكر لهم أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان مسلما فقالوا نحن على ملة إبراهيم ونحن مسلمون من قبلك، فذكر الله عز وجل لهم للنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحاجهم بذلك، إن كنتم صادقين في أنكم مسلمين وأنكم على دين إبراهيم وملته فهذا البيت من بنائه، والآيات البينات التي فيه تدل على أنه من بناء إبراهيم، وأن العبادة التي المرتبطة به هي من شعائر إبراهيم ومن ملته عليه السلام، فإن كنتم صادقين في دعواكم فاقدموا إلى بيت الله العتيق وحجوا كما حج الخليل إبراهيم، وأعلنوا أن هذا البيت هو القبلة وسلموا لذلك. فلما لم يكن ذلك منهم وما قبلوه بل قابلوه بالجحود، قابلوه بالجحود. إذن هذا الجانب الأول في الآية الأولى، وهي قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فإذن كفرهم يعني ليس فقط كان في صدورهم، وإنما كانوا كما قلت يعلنون به ويرتبون وفقه أعمالا وفق ذلك الأمر. فلذلك قال الله عز وجل: والله شهيد على ما تعملون. ثم يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أيضا الخطاب يصدر بقل، وما ننسى ما أشير له في الآية السابقة أن قل هنا دلت كما قال بعض المفسرين أن في أنها دلت على أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالإنكار على بني إسرائيل فيما فعلوه وفي موقفهم من الآيات البينات. فبعد أن بين ضلالهم يأتي الآن الإخبار عن إضلالهم، فيقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تصدون، لم تصرفون الناس، لم تصدون، لم تصرفون الناس عن سبيل الله، عن سبيل الله. السبيل الطريق، وسبيل الله الطريق الذي شرعه الله، أو الطريق الموصل إلى رضوان الله والجنة. لم تصدون عن سبيل الله، فإذن هو الطريق، ونسب إلى الله عز وجل تشريفا له، ونسب إلى الله عز وجل تشريعا له، ونسب إلى الله سبحانه وتعالى رضا منه عن ذلك الطريق. إذن لما تصرفون الناس عن طريق شرعه الله ويرضاه الله لعباده؟ لما تصدون عن سبيل الله؟ ما هو هذا الطريق وما هو هذا السبيل المنسوب إلى الله؟ من العلماء من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو الحج، حيث أنه هو الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم
أن يجعله دليلا يحاجهم به على صدق دعواهم أنهم مسلمون من قبله وأنهم متبعون للخليل إبراهيم من قبله. فكانت المحاجة إن كنتم صادقين في دعواكم فحجوا البيت. فقوله قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، إذن لم تصدون عن هذا الطريق؟ فإن قلنا الإسلام تصدون الناس عن هذا الطريق، وإن قلنا الحج فتصدون الناس عن هذا الطريق. لم تصدون عن سبيل الله من آمن، من آمن. إذا كان هؤلاء يصدون عن سبيل الله المؤمن بها، فمن باب أولى أن يصدون عن هذا الطريق من لم يؤمن بها بعد. إذا كان هذا فعلهم مع المؤمن فمن باب أولى ألا يجعلوا من هو بعيد عنها أن يدخلها. لما تصدون عن سبيل الله؟ ويعطي دلالة على أن هؤلاء قطاع طريق بين الإنسان والحق، قطاع طريق، وأن هذا عملهم الصد عن سبيل الله. ولا شك أن هذا أعظم، لأن كان الإنسان هو منصرف عن الحق هذا جرم، لكنه يزداد الأمر سوءا ويدل والعياذ بالله على خبث طوية هذا الإنسان عندما لا يكتفي بضلاله بل يسعى إلى إضلال الآخرين معه. فهو في المنزلة أدنى وأسفل، وكذلك في العقوبة تكون عليه العقوبة أشد وأغلظ ومضاعفة، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. فكفرهم يستحقون عليه عذابا، وصدهم عن سبيل الله يستحقون عليه عذابا آخر. فقال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالصد إفساد والكفر ذنب، فلذلك لما جمعوا بين الأمرين فقال الله عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب. فهؤلاء الآن يخبر الله أنهم كفروا بآيات الله، ويخبر الله أنهم يصدون الناس عن سبيل الله، وهنا لم يقل عموم الناس بل يصدون من آمن، يصدون من آمن، أي من آمن بتلك السبيل وهو سائر فيها، فيأتون ليقطعوا عليه الطريق فيها حتى يخرجوه منها. فبعد أن كان على الصراط المستقيم وبعد أن كان سائرا في سبيل الله فيقطعون عليه الطريق. وهنا يذكر العلماء شيئا من الأخبار فيما يتعلق بفعل أهل الكتاب في تلك الحقبة. آلمهم إيمان الأوس والخزرج واتباعهم للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام،
وآلمهم أخوتهم واجتماعهم وتناصرهم وأنهم أصبحوا كالجسد الواحد، فأرادوا أن ينزعوا ذلك الخير كله عنهم. فمن هؤلاء من اجتهد أن يحيي ما كان بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وما كان بينهم من الاقتتال والمعاداة والفرقة والعداوة، فأحيوا وأرادوا أن يحيوا تلك العصبية وأن يذكروهم بتلك الثارات وأن ينكأوا تلك الجراح علها أن تصرفهم عن سبيل الله الذي محوره الرئيس تصديق النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته واتباع ملة إبراهيم عليه السلام. فجهدهم في أن ينصرف هؤلاء الناس عن ذلك السبيل، عن ذلك السبيل. فيقول الله عز وجل: قل يا محمد، يا أهل الكتاب، ناديهم بهذا الخطاب. فإن كنتم أولا حتى يتوجه الخطاب نحوهم لا إلى غيرهم، وأن لا يتنصلوا من هذه التهمة. والأمر الثاني أن النسبة إلى الكتاب لا تليق أن يكون هذا عملكم وهذا فعلكم، وأنكم تتحولون لتكونوا قطاع طريق في سبيل الله. وأي جريمة أعظم من ذلك؟ إن كان الإنسان يقطع على الإنسان طريقه في أمر دنياه فهو أمر عظيم، أن يعمه عليه وألا يجعله يرشد إلى غايته ومراده فهو جرم، ويدركه كل صاحب عقل سليم. فكيف بمن يقطع الطريق الذي هو سبيل الله؟ ثم كيف به إذا يتعرض لمن آمن بهذا الطريق ويريد أن يصده عنه؟ فيقول الله: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، أي من آمن بها. والإيمان بها إيمان بالله، إيمان بالرسل، إيمان بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، إيمان بالكتاب الذي نزل على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وفي تقديم لم تصدون عن سبيل الله يشعر أيضا بأن هذا فعلهم من قبل وجود من آمن، وأن هذا ديدنهم وهذا حالهم. لم تصدون عن سبيل الله من آمن؟ ويدل على هذا المعنى أيضا قوله عز وجل: تبغونها عوجا، أي باغين لها أو تبغون لها أن تكون عوجا، باغين لها أو تبغون لها أن تكون، أي سبيل الله. ولذلك التأنيث في هذا الضمير تبغونها، الهاء يعود إلى السبيل، إلى السبيل. تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، أي تبغون لها أن تكون عوجا. وهذا يعطي دلالة على أنه على أن طريقهم ودعوتهم ليست هي دعوة إلى سبيل الله،
لأن فعلهم أن يصدوا الناس عن من آمن بسبيل الله عن سبيل الله، وصدهم لهذا الإنسان أن يتركها ولو لم يدخلوا في سبيله، كما سألهم قريش عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه وما هم عليه كفار قريش، وبعثوا من يسأل أحبار اليهود في المدينة من على الحق، محمد أم هم، فإذا بهؤلاء يتجرؤون ويقولون لهم أنتم على الحق، وهم يعلمون أنهم يعبدون الأصنام من دون الله، ولكنهم والعياذ بالله لما هم فيه من المرض والحقد والحسد والضلال، فإذا بهم يقولون لعباد الأصنام أنتم أهدى من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وما هو عليه من إفراده العبودية لله وحده. فقوله تبغونها عوجا، تريدون وتبغون لها أن تكون عوج زيغا وميلا، فإذا هذا يعطي دلالة على أن ما هم عليه خلاف سبيل الله، خلاف الحق، بل هو العوج، بل هو العوج. تبغونها عوجا وأنتم شهداء، شهداء أن الدين هو الإسلام وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله، وأن هذا هو الذي صددتم الناس عنه وتجتهدون في صد الناس عنه. ومن العلماء من قال وأنتم شهداء أي عقلاء، ومن العلماء من قال وأنتم شهداء أي عالمون ببطلان قولكم وبطلان فعلكم في صدكم الناس عن دين الله عز وجل. وأنتم شهداء، ثم يقول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، تحذير، يحذرهم من فعلهم، يحذرهم من الصد، يحذرهم من الكتمان، من كتمان صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يحذرهم من هذه الأعمال. وما الله بغافل عما تعملون، ونجد في الآية الأولى وفي الآية الثانية يذكرهم بالواعظ الأكبر الذي أنزله الله في كتابه، وهو مراقبة الله جل جلاله. فهذا الواعظ الأكبر للقلوب، هذا هو الواعظ الذي نزل في كتاب الله، وذلك كما قال الإمام الشنقيطي قال لا تكاد تقلب ورقة في المصحف إلا وتجد هذا الواعظ الأكبر يناديك. فهنا نجد في الآيتين وفي آخر كل آية تذكير بهذا الواعظ الأكبر، وهو معية الله، معية الجلال والعظمة، معية العلم والسماع لما يقول الإنسان والعلم بما يفعل الإنسان ولو أخفاه، فالله عز وجل يعلم ذلك. فإذا هذا الواعظ الأكبر الله سبحانه وتعالى يذكر به بني إسرائيل، سواء في حالة ضلالهم أو في حالة إضلالهم. فإذا ليس هناك واعظ أكبر من هذا الواعظ، وهو التذكير بمعية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يذكر بني إسرائيل بهذا الأمر، ثم بعد ذلك يوجه الخطاب للمؤمنين بعد أن بين تلك الحال لبني إسرائيل، يخبرهم ويوجه الخطاب لهم
ما هو الموقف الذي ينبغي أن تقفوا من هؤلاء الذين فعلوا مع الآيات البينات ومع الأنبياء ومع الكتب ومع نبيكم الخاتم ومع الكتاب الذي أنزله الله ومعكم أنتم كمؤمنين بعد أن أطلعكم الله عز وجل على صنيعهم وفعلهم؟ فماذا سيكون منكم؟ وما الذي ينبغي أن تقفوا من هؤلاء الذين فعلوا بكم تلك الأفاعيل وفعلوا برسولكم صلى الله عليه وسلم تلك الأفاعيل؟ فما الذي ينبغي أن تقفوا منهم؟ فالله سبحانه وتعالى يبين ذلك، والذي ويبتدئ هذا البيان بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن فيبين الموقف ويحذر ويعظ ويذكر ويخاطب هذا الإنسان المؤمن، وقد تلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الخطاب الرباني وذاك الأمر الرباني والعلم الرباني بالقبول، وقبلوه وتعاملوا وفقه. هذا بإذن الله عز وجل ما نقف عليه في درسنا القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يثبتنا على الهدى والحق، ونسأله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.